معانا كمان على التليفون السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. سعد سفير، أهلا بحضرتك، وكيف ترى أو كيف تقرأ عدم حدوث تقدم في الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة والذي أجري أو أقيم في الكونغو الديمقراطية؟ تشتيت اجتماعات المفاوضات الموجودة في كينشاسا بطرح أفكار جديدة أن يجب نعمل على تسعير المياه أو اقتسام المياه، مفاوضات لاقتسام المياه، في حين أنها من منذ 10 سنين بتقول أن سد النهضة ده لتوليد الكهرباء وليس للري. فحاولت أن تخش في حملة لتشتيت جهود الوفد السوداني والمصري، بحيث عندما تسحب أحد هذه المطالب غير المعقولة قد تبدو أن هي تنازلت تنازل كبير. هذا أسلوب عادناه في المفاوضات المفاوض الإثيوبي، ولكن مصر متمسكة طبعا بحقوقها مع السودان. السودان طلب أن يكون في وفد التفاوض لجنة رباعية برئاسة الاتحاد الأفريقي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي، ولكن أثيوبيا رفضت ذلك لأنها تقول أنها متمسكة بالتفاوض تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي فقط. أعتقد أنه تسويف من الجانب الأثيوبي. البيان بتاع وزارة الخارجية يقول أن أثيوبيا ستعيد النظر في بعض الأفكار المصرية والسودانية وتعود إلى المفاوضات برأي واضح بالنسبة لهذه الأفكار. إذا لم ننجح أعتقد أنها تحاول دفع الوفد المصري والدفع الأثيوبي والسوداني إلى الانسحاب من المفاوضات حتى تظهر بمنظر البريء في المفاوضات، أو تقول أنها غير مسؤولة عن هذا وأنا يحل من ملء السد كما تريد لأنه خاص بالتنمية الأثيوبية. طب اتفضل يا سيادة السفير. لا اتفضل اتفضل. كنت أسأل حياتك، يعني لأي مدى ممكن نقول أن هذه المفاوضات هي فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الجميع بعد ما استمرت مصر في المفاوضات 10 سنوات؟ هو أنا نستطيع أن أقول الفرصة شبه الأخيرة، لكن لا أعتقد أن مصر ولا السودان ستذهب إلى المفاوضات الطويلة الأجل التي استمرت سنوات طويلة بعد كينشاسا. يعني سنستمر في التفاوض خلال هذه الجولة، وبعد ذلك سنرى ماذا سيكون الموقف السوداني والمصري. طب بالمناسبة، كيف ترى المطلب السوداني اللي وافقت عليه مصر، وهو الطلب الخاص بشأن تشكيل رباعية دولية وهي الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوصل بين الدول لحل الخلاف؟ بالرغم من بعض أطراف هذه الوفد الرباعي أبدى ترحيبهم بذلك، إلا أن أثيوبيا رفضت وجود ذلك رفضا قاطعا. أعتقد أن المناورات الأثيوبية مكشوفة أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة للاتحاد الأفريقي، لأنه كل هذه الأطراف حاضرة المفاوضات التي تجري وبيسجلوا الردود الأثيوبية والتعسف الأثيوبي. أعتقد أن الموقف الأثيوبي عار جدا وليس له أي مصداقية في المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير أحمد حجاج، شكرا لحضرتك يا فندم.